ما حكم الكلام عن الدنيا في المساجد؟ يجوز وإن كان الأولى الإكثار من ذكر الله، لأن المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. أما الجواز فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه فيتكلم أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وأيضا قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد وارتفع الصوت، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا عليه، فقال يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حضرت كن فقده.